الإخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بلغافين. الموضوع اللي غنطرق ليه اليوم واحد الموضوع يقدر ما يعجبش بزاف ديال المشاهدين، حيت غادي نهضر على الصحة النفسية ديال المغاربة. وي الصحة النفسية، حيت عندنا في المغرب بزاف ديال المشاكل ديال السكيزوفرينيا والاكتئاب، وبان ليا بلي هاد الفيديو خاصني نديرو مدعو عليه حتى شي واحد، دونك بغيت نبارطاجيه معكم اليوم. قبل ما نبداو الفيديو، الا عجبكم المضمون ديالو بالنسبة للناس اللي باقي ما انضموش للاشين ديالي يقدو يديرو واحد لابونمون وامتي لايك لعجبكم الفيديو، وعلى بركة الله ونبداو. السكيزوفرينيا اللي هي واحد المرض قبيح كما شخصوها الاطباء، هي قريبه شويه للسكيزوفرينيا ديال المغاربه. هي اونفيت واحد النفاق اجتماعي اللي تيعيشوه المغاربه، وبقى داك النفاق الاجتماعي تيطلع 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 حتى وصل لواحد لو سوي ديال السكيزوفرينيا، ولاو الناس يعيشوا واحد عندهم بزاف ديال الوجوهه. كل نهار عنده وجه ديال الخدمه، وجه ديال صاحبته، وجه ديال مرتو، وجه ديال البار، وجه ديال البحر، وكل شيء. على سبيل المثال، نين مشيت تمشي لي فاكونس للمغرب، بزاف ديال هضرت مع بزاف ديال الناس صحابي اللي عندهم لا ميم جينيراسيون ديالي، هما يا إل غوفوز كاتيغوريكمون يمشي للبحر ومرتو تلبس مايو. أنايا هادي حرية شخصية، يقد يلبس حتى الخمار، دونك من حقو يدير هاد القضية. ولكن لدى فاميلتو المغربية، دونك مرتو تقدر تلبس مايو ولا مشات لماليبو ولا مشات لشي بلاج في الميريكان ولا في الأوروب، ما تكون عندو حتى شي مشكل باش مرتو تلبس المايو. دونك المشكلة ديالو هو النظرة ديال المغاربة في المرأة ديالو، بحال الكوار ما عندهمش عينين، وتا هما ما تي باردين على المراوات ولا ما فهمتش أنا. أنا بوغ مو هادي واحد فريني كبيره، حيت كان شي واحد مرتو بغاها ما تلبسش المايو، راه ما تلبسش المايو حتى في المريخ، يعني ماشي عارف المغرب داكشي. بالنسبه ليكزومبل جوج ديال السكيزوفرينيا ديال المغرب، هو رمضان. رمضان واحد الشهر ديال الغفران ديال العبادات، والمغرب دوله اسلاميه، دونك يكونوا فيها بزاف الناس يمشيو للجامع، ولكن شنو لاحظت تيكون واحد الوفود على الجامع كبير بزاف، يعني تيولي المغاربه كلهم تيصليو وكلهم تيتخشقوا. هذه بادره مزيانه بالنسبه للانسان اللي تيمشي للبار تيتمشي تيخرج ولا ما تيكمي ولا ما تيصليش، لا مشى لهذاك الشهر ديال الغفران، راه يقدر يخرجهم من هذاك المأساة اللي عايش فيها العام كامل. ولكن كاينين شي ناس تيوصلوا لواحد الدوغري ديال التخشع ديال العبادات طالع بزاف، تتقول هذا السيد هذا مورا رمضان ما يمكنش يمشي للبار ولا يمشي يدير شي حاجه خايبه. وهاد الناس هادو فعلا هما ماشي دايرين هذا الشيء باش يبينوا بالله هما راه مسلمين والايمان داخلهم لقلبهم، هو في قلبه داخل الايمان، ولكن عاد تيمشي رمضان ترجع للحياه ديالو اللي كان فيها هي الشراب داكشي. انا بوغ موا تتكون هذه واحد السكيزوفرينيا، هذا انفصام في الشخصيه. ما يمكنش انسان يكون عنده واحد الراس بيبولير بحال هكايا، يعني الجامع ولا البار. وبالنسبه للاكزومبل رقم 3 في السكيزوفرينيا ديال المغرب، هو هذاك الفيلم اللي كان دار واحد الضجه كبيره هذو 45 سميتو زيدي فيك. هذاك الفيلم سابري واحد الفيلم وقيح وداكشي، ولكن ما خاصوش تعطيو الاهميه حتى لهذيك الدرجه. وانا اللي لاحظت ولاو المغاربه 36 ولا 40 مليون نسمه، كلهم ولاو شيوخ وكلهم ولاو تيفتيو ورجعوا. وبورتون هذاك الفيلم هذوك الاحداث اللي كلهم اللي طراو فيه، يسوفي تمشي لعين دياب لاي كباري ولا تمشي لشي بار غتلقى نفس المسائل، يعني ما جابوش شي فكره من شي دوله باغا تفسد المغرب. هذاك الشيء عندنا حنايا، وجا واحد الرياليزاتور وحل لينا العيب ديالنا وشناه، وني شنا العيب ديالنا حشنا من العيب ديالنا، دونك ما جابش حاجه من راسو. دونك هذاك لاحظت طرات واحد الضجه واحد 3 شهور ولا 4 شهور، الناس داروا دي فيديو على يوتيوب، بزاف ديال الممثلين كلشي ربى شويه الحياه، وما بانت لي انا واحد وعام شات هذيك الضجه ديال الفيلم، الناس رجعات للحياه ديالها، اللي في الكباري في الكباري، اللي في البيران في البيران، وتتبان لي هذه واحد السكيزوفرينيا زعما هي على اتان تو لي ليميت. بالنسبه للمرضي مونطال الثاني اللي غندوي عليها في هذا الفيديو هذا، هو الاكتئاب. الاكتئاب واحد الظاهره ضربه واحد 80% ديال المغاربه. انايا ماشي كسيكات ولا بسيكولوج باش نعطيكم دي شيفر، ولكن ملي تنزل المغرب وداكشي تنشوف هداكشي على ارض الواقع. انا ملي تندوز من الايروبور، ديجا هادوك لي دواني اللي كاينين في الايروبور باين ضربهم الاكتئاب، ما تيضحكو ما والو. اي مشيت بزاف ديال البلدان وبزاف شفت بزاف ديال لي زايروبور، ملي تدخل شي ديجا من شي ايروبور تلقى الناس ضاحكين. هادي واخا يقد يكون عايش واحد لي كونديسيون ما تيخلصوش مزيان، ولكن الناس مهنيين، تتلقى ديجا ناشط شويه. في المغرب مستاجات بنادم معبس وداكشي، دونك تيعطوك واحد الحاله ديال الاكتئاب ملي تدخل من الايروبور وتدوز هذاك السيجور ديالك كامل. على سبيل المثال، وانا تنفهم الناس علاش عندهم هذه الحاله ديال الاكتئاب تماك، باغ اكزومبل الكروسه اللي تبيع الخضره وداك الشيء،
ديجا هو ما غاديش هذاك الربح ديالو ما تيكونش واحد الربح اللي يخليه يعيش واحد العيشه مزيانه، وتيكون خايف مع البوليس يجي يحيدوا ليه لا مارشونديز ديالو. بالنسبه لهذوك الطلبه المعطلين اللي قاعدين تيصرفوا فيهم في الرباط، دونك تيبان ليا البلاد ديالنا تتربي الاكتئاب في الناس ملي تيبداو المشوار المهني ديالهم. ولا حتى لا مالادي الاكتئاب اللي كاينه في العالم كامل ما كايناش في المغرب، ولكن المغرب تتشخص بواحد الطريقه اخرى. المغرب الا كان شي واحد مكتئب تتعطيه واحد لاصون ديال الفلوس تمشي منه الاكتئاب تمبوريلمون، لو طون اللي يخسر هذوك الفلوس عاوتاني غيرجع للحاله ديالو. دونك عندنا واحد الاكتئاب تيتحلى بالفلوس حنا في المغرب. حيت اللي سولتي علاش انت مكتئب، خاصني البوطا مرتي حامله السبيطارات وداكشي، دونك كلشي داير على الفلوس. باغ اكزومبل هنا في اوروبا كاينين حالات بزاف الحاله ديال الاكتئاب، ولكن ما تلاحظش عندهم علاقه بالفلوس. باغ اكزومبل كاين لو بيرن اوت اللي هو واحد النوع من الاكتئاب، شي واحد تكون عنده دي ريسبونسابيلتي في شي شركه وتعطيو الخدمه بزاف وخاصو يجري بزاف ديال لي دوسي او ميم طون، دونك تيجي واحد الاكتئاب. تيجي واحد الاكتئاب بطريقه اخرى، ماشي حيت ما تيخلصوش ولا حيت ما عندوش باش يعمل بوطه، حيت عنده دي ريسبونسابيلتي دو فيغ فاس ا سي ريسبونسابيلتي. دونك كان هذا هو الامراض اللي شخصت انايا بالمنظور ديالي ملي تمشي للمغرب. واش نقول، ما كرهتش الحال ديال المغرب يتبدل والناس يكونوا سعداء بزاف، حيت ملي تمشي لشي بلدان اخرين باغ اكزومبل تمشي لهولندا، هنايا تلقى واحد لو دوغري ديال السعاده طالع بزاف، بزاف ديال الناس عايشين السعاده، واخا ماشي كلشي لاباس عليه هنايا، عايشين بواحد كاين اللي تلقى عايشه بهذوك لي زالوكاسيون سوسيال، ولكن تلقى تيقدر يدير هذوك ماشي الاحلام لي بلو فو ديال حياته كاملين، ولكن تيقدر يعيش واحد الحياه كريمه بلا ما يمشي يبوس اليدين ولا يطلب شي واحد باش يعطيه يكمل شهر ولا شي حاجه. الخوت كان هذا هو الفيديو اليوم، لا عجبكم ديروا لنا واحد لايك وتابونوا في لاشين، ونخليكم حتى لشي موضوع اخر، وبسلامه.